اللحية ليس لها دم إذا رأيت صاحب لحية كذابا، وإذا رأيت صاحب لحية خائنا، وإذا رأيت صاحب لحية سارقا. العيب ليس في اللحية، العيب في صاحب اللحية. أما اللحية ليس عليها عيب، وهي من خصال الفطرة، وهي أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر بها وأوجبها. فأقصد أن هذا ما يبرر لك أن تحلق لحيتك إذا رأيت من أهل اللحى من لا يستقيم ومن لا يعتمن، والله المستعان.